أهلا بكم في النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي أبطال أفريقيا. دعوة الأهلي للمشاركة في دورة تبوك الدولية. سيدات طائرة الأهلي في نهائي كأس مصر الليلة. وعالميا يان راش صلاح سينافس ميسي ورونالدو. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المتواجد حاليا في الإمارات للعلاج على إجراء اتصال هاتفي بمحمد مصلحي المدير الفني لفريق الكرة الطائرة للرجال بالنادي، وقدم له التهنئة على الفوز ببطولة أفريقيا للمرة 13 في تاريخ النادي. وأشاد الخطيب بالأداء الفني الرائع للاعبي الأهلي والسلوك المتميز والالتزام بتعليمات الجهاز الفني خلال البطولة. كما قام الخطيب بتهنئة فريق اليد رجال بعد فوزه على الزمالك ضمن منافسات الدورة المجمعة الأولى لنهائيات بطولة الدوري. يذكر أن الكابتن محمود الخطيب يجري عملية جراحية في العمود الفقري للتخلص من آلام الظهر التي ألمت به، حيث خضع لفحوصات جديدة، حيث أقر الطبيب الكوري المعالج ضرورة إجراء جراحة وبحسب رأيه بسيطة وغير مقلقة وليس لها أي مضاعفات. وفي الوقت نفسه أرسل رئيس النادي نتائج الفحوصات والأشعة الجديدة للطبيب الألماني والذي أشرف على علاجه لاستطلاع رأيه، وبدوره أقر بأهمية إجراء العملية الجراحية. نتابع تهنئة الكابتن الخطيب من خلال مداخلة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي بالأمس على شاشة قناة الأهلي. أنا بس كنت أحب أوصل رسالة كابتن خطيب، هو اتصل تليفونيا أولا بكابتن عاصم حماد المدير الفني لكرة اليد وهناه وهن فريق كرة اليد على الفوز بمباراة النهاردة في نهائيات الدوري في الدار المجمعة، فوزه على الزمالك، وطلب منهم إن احنا نقفل صفحة المباراة ونركز في السوبر الأفريقي إن شاء الله وبطولة أفريقيا عشان ده الأهم بالنسبة لنا. طبعا الحمد لله رب العالمين فريق البنات الطايرة حفروا اسمهم في تاريخ النادي الأهلي، وده اللي كابتن محمود النهارده برضه حرص اللي هو تواصل مع كابتن نيلو مصلحي المدير الفني لفريق الكره الطايره الرجال اللي شرفونا النهارده وشرفوا النادي الاهلي وشرفوا مصر قبل النادي الاهلي عشان خاطر الفوز العظيم اللي عملوه، وبلغهم تهنئته وبلغ نيلو اللي هو بلغ الفريق تهنئته واللاعبين واحد واحد والجهاز المعاون والجهاز الاداري بالكامل، وقال لهم انت حفرتوا اسمكم في تاريخ النادي الاهلي بالبطوله اللي انتوا ضفتوها لدولاب البطولات، ودايما ان شاء الله باذن الله في انتصارات ان شاء الله. الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي وعضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي أكد أن النادي تلقى دعوة للمشاركة في دورة تبوك الدولية الودية بالمملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو المقبل بمشاركة أندية سعودية وعدد من الأندية الخارجية. وأكد عبد الشافي أنه تم تحويل الدعوة للجهاز الفني لفريق كرة القدم لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ترتيبات الموسم الجديد ووفقا لمباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا. شارك عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية والتي أقيمت صباح اليوم على ملعب مختار التيتشي بالجزيرة. وأدى اللاعب التدريبات البدنية وشارك في جزء كبير من التقسيمة قبل خروجه وقيامه بالجري المنفرد لتخفيف الحمل البدني، خاصة أنه يغيب عن المشاركة في مباراة سموحة للإيقاف. وخاض الأهلي مرانه اليوم استعدادا لمباراة سموحة والتي تقام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري العام. يعود رامي ربيعة مدافع الأهلي للقاهرة
في غضون 48 ساعة بعد إنهاء برنامجه العلاجي الذي خضع له في ألمانيا. ويحدد الجهاز الطبي بالأهلي فترة البرنامج التأهيلي لربيعة وموعد عودته إلى التدريبات الجماعية بعد الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة باللاعب. وكان ربيعة قد خضع لبرنامج علاجي مكثف في ألمانيا تحت إشراف الخبير الألماني ماير بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضمة. بدأ وليد أزارو مهاجم الأهلي اليوم برنامجه العلاجي والتأهيلي تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق. وأدى أزارو جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتشي صباح اليوم استعدادا لمواجهة سموحة بالدوري. واشتكى النجم المغربي من ثقل في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة طنطا الأخيرة وحصل على راحة أمس، خاصة أنه سيغيب عن مباراة سموحة للإيقاف. خضع شريف إكرامي وسعد سمير وباسم علي وصلاح محسن رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباتهم تأهيلية اليوم تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل. وأدى الرباعي تدريبات بدنية منفردة على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش تمهيدا للعودة للتدريبات الجماعية للفريق. ويعاني سعد سمير من إجهاد في العضلة الخلفية فيما اشتكى باسم علي من آلام في العضلة الأمامية. وخضع إكرامي لبرنامج علاجي بسبب آلام الحوض كما يشكو صلاح محسن من إجهاد عام. وإلى متابعة أخبار قطاع الناشئين، حيث أكد دكتور عمرو أبو المجد مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي أنه تم إبرام عقودا مع لاعبي فريق ناشئي كرة القدم مواليد 2000 أمس الخميس. وأضاف أبو المجد أن هذه الخطوة تأتي من أجل حماية ناشئي الأهلي من الوقوع تحت سيطرة وكلاء اللاعبين. كما أوضح مدير قطاع الناشئين أن النادي سيبرم عقودا لباقي فرق الناشئين تباعا خلال الفترة المقبلة. ويضم الجهاز الفني لفريق الأهلي مواليد 2000 الكابتن أحمد سراج المدير الفني وزكريا حسين مدربا وتامر دسوقي مدربا لحراس المرمى وسعيد بدوي إداريا.